السلام عليكم. موضوعنا اليوم عن مكونات جهاز رأس التقسيم وما هي الأقراص اللي راح نستخدمها في هذا الجهاز، قصدي هاي الأقراص. يعني مكونات جهاز رأس التقسيم، يتكون جهاز رأس التقسيم من هذا الجزء اللي نسميه بريمة حلزونية. هذا الجزء نسميه بريمة حلزونية. مرتبطة البريمة الحلزونية بعينة مركزية ثلاثية الفكوك. أنا من أريد أبدي أشتغل راح أثبت قطعتي هنا. هذه قطعة هنا، إيش راح أسوي؟ راح أسوي تروس أو دشالي، ترس بماكينة تفريز أفقية. إذا هذه هي بريمة حلزونية. هذه عندنا مرتبطة بعينة مركزية. طبعا هنا الدشلي اللي حصلناه، الدشلي مثقوب وهنا خالين مندل هذا الجزء. فالمندل بيش مرتبط؟ برتبط جزء بالعينة والجزء الآخر بالغراب المتحرك. من أقول أني مندل هنا، يعني أني مو شرط أخلي مندل، يعني أني عندي مثلا قطعة دشالي أو قطعة عمل أرد أسوي دشلي، وعندي فرد قالب هنا موجود يعني كامل وياها، زين. فرح أثبت هذا بالعينة وهنا الطرف الآخر بالغراب المتحرك. إذا الجهاز رأس التقسيم اللي هو هذا يتكون من عينة بريمة حلزونية وترس حلزوني مرتبط، يعني هذه ب 40 سنت. هنا هذه كل ما تدور البريمة دورة واحدة، هنا ال 40 سنت كله يفتر. مرتبط بمن؟ بمجموعة من الأقراص. هذه شنو الأقراص؟ طبعا هاي يفيدنا بالتقسيم الغير مباشر. هذه أقراص مكتوب أو تقسيم المباشر أي بي سي. هاي بعدين راح أفهمكم القوانين A B C. طبعا هذه هي الأقراص، هذه هي الأقراص مؤشر، والقرص مكتوب عليه عدد من الأرقام A و B و C. زين، احنا قلنا ثلاث أقراص دائرة ثقوب تلحق، يعني مثلا هذه من نوع برون وشارب. عدد، أول شيء عدد ثقوب دائرة القرص الأول، وين عدد ثقوب هذه؟ هذه القرص الأول، هذا هو القرص الأول. تبدي 15، شوفوا هنا 15 16 17 18 19 20. زين، شنو أقصد بالقرص الأول؟ أي وأي هذا القرص أي. كل دائرة موجودة هنا عندنا موجود عليها، لو أحسب هاي الثقوب الموجودة تطلع لي 15 ثقوب. مثلا أحسب هاي الثقوب 16، أحسب هاي الثقوب 18، أحسب هاي 19، أحسب هاي 20. فإذا القرص الأول عدد ثقوب القرص الأول 15 16 17 18 19 20، هذه الثقوب الموجودة بالقرص الأول. نجي على القرص الثاني. عدد ثقوب القرص الثاني هي 21 23 27 29 31 و33. إذن هذا القرص بي، هذا القرص بي رسمته هنا. مثلا أول ما يبدي ب 37 وينتهي ب 49. هذا شنو؟ هذا مؤشر، هذا مؤشر. يعني مثلا إذا أنا واقفة هنا الثقب مالتي أشوف يا دائرة، مثلا خلينا نقول دائرة 41. إذن لو أجي أحسب الثقوب الموجودة أحسبها 41، بس من أبدي أشتغل وأني واقفة هنا أو واقفة هنا، يا ما كان واقفة عليه هذا الثقب ما أحسبه، يعني أبدي من الثقب اللي بعده أحسب، زين. وإذا عندي مثلا خلينا نقول فد 10 ثقوب أو 9 ثقوب، يعني دورة 9 ثقوب، إذا دورة والمؤشر هنا أفرها دورة كاملة أوصلها لنا 9 ثقوب، أحسب 1 2 إلى أن أفتح المؤشر على 9 ثقوب، حتى من أوصل مرة الثانية هنا أسويها دورة وأفتح 9 ثقوب، دورة ومنها 9 ثقوب وهكذا. فإذا أي مؤشر أي مكان واقف عليه 41 أو هذه، بيش راح نستفاد من عدها؟ هذه راح نستفاد من عدها بالتقسيم المباشر والغير مباشر، هسه راح نشرح لكم عليها. فإذا البريمة هنا هذه أو جهاز رأس التقسيم بهاي الأقراص اللي أقصد بها أي أو بي أو سي. زين، القرص سي احنا قلنا هذا القرص اي، هاي الارقام مالته، هاي عدد الثقوب مالته. القرص بي هاي عدد الثقوب مالته. القرص سي هاي عدد الثقوب مالته اللي هي من 37 39 41 43
47 و49. عندنا فرايز نوع آخر اللي هي الإنتاج سنسيناتي. هذه القرص واحد، بس قرص واحد. بس شنو هذا القرص؟ من جهتين بيثقوب. الوجه الأول هو 43، 42، 41، 39، 37، 34، يعني حسب نوع الماكينة هاي، 30، 28، 25 و 24. الوجه الثاني موجود ب مثلا 46، 47، 49، 51، 53، 54، 57، 58، 59، 62، 66. هذه كلها ثقوب موجودة في قرص واحد، النوع الآخر من الفرايز. الفرايز الأولى اللي هي قلنا على شارب أو براون، الفرايز الثانية اللي هي سنسي ناتي اللي هي هذا الإنتاج مالتها. زين، كم طريقة عندنا هنا للتقسيم؟ عندنا ثلاث طرق: تقسيم مباشر، تقسيم غير مباشر، وتقسيم الزوايا. نجي على التقسيم المباشر. تقسيم مباشر اكو موجود عندنا قرص صاير لي ورا، هذا ب 24 جزء مقسمه. طبعا التقسيم المباشر يعني اعداد صحيحه لازم تطلع. بالتقسيم المباشر تكون الاعداد صحيحه. مثلا اذا عندنا 6 اوجه او 6 اقسام، قسم ال 24 على 6 راح يطلع لنا 4. هاي شنو 4؟ عدد ال يعني 4 ثقوب او 4 اقسام، اللي هي يعني عدد دورات جهاز رأس التقسيم 4 مرات. هنا الدورات، دورات جهاز رأس التقسيم. زين، دورات جهاز وليس 4 ثقوب، 4 دورات من جهاز رأس التقسيم. زين، نجي على التقسيم الغير مباشر، وسمي بهذا الاسم لنقل الحركة من قرص التقسيم الجانبي إلى عمود دوران رأس التقسيم، ويتم بطريقة غير مباشرة عن طريق تعشيق الترس الحلزوني مع الحلزون. زين، يعني مثلا عندنا 40 على عدد التقاسيم المطلوبة، يعني أنا عندي مثلا 20 سن، كم دورة؟ دورتين. دورتين هذا رأسين يسووا مباشر، هذا يطلع لي عدد صحيح. إذا عندي 30 سن لازم احتاج الى يا قرص 33، احتاج الى 18، لان 30 سن يعني 40 على 30 يطلع لي 1، 1 على 3 اضربه في 18 يقبل القسمة على 3، فش يطلع لي؟ يطلع لي 1 ودورتين، الدائرة اللي عدد ثقوبها 18. استخدم هذا يعني انا مو شرط 18، باي شيء يقبل القسمة على 3 اذا كان عندي بالتقسيم الغير مباشر 30 سن. زين، التقسيم بواسطة الدرجات والزوايا. التقسيم بواسطة درجات الزوايا، وتستعمل تقسيم محيط الدائرة على عدد الدرجات كتفريز بعض أسنان. وين نستخدمها؟ يعني بتفريز أسنان سكاكين التفريز والمثاقب، حيث أن الزاوية المركزية تحتوي على 360 درجة. يعني محيط الدائرة شقد؟ 360 درجة. احنا كم سن عندنا؟ هاي من 40 جايبته؟ احنا مو قلنا الترس الحلزوني ب 40 سن يفتر على البريمة الحلزونية؟ فإذا نقسم 360 على 40 يطلع لي 9 درجات، يطلع لي 9 درجات. إذا عدد الدورات اللازمة لزاوية التقسيم هي تتقسم على الزاوية المراد تقسيمها بالدرجات على 9. زاوية المراد تقسيمها بالدرجات، يعني مثلا هنا مثال عندنا، إذا أنا عندي 38 درجة، يعني جزء من الدائرة أريد أقسمه 38، شو أقول؟ أقول عدد الدورات شو يساوي لنا 38 على 9، شو يطلع لي؟ يطلع لي 4 و2 على 9. أقدر أضربها في مثلا بسط ومقام أطلع على هالشكل، أو أقدر أضربها في 18 على 18 هم ترهم ليش أن يقبل القسمة على 9. المهم إذا عدي الدائرة اللي عدد ثقوبها 54 هم تقبل القسمة على 9، فإذا رح يطلع لي 4 دورات و12 ثقوب من الدائرة اللي عدد ثقوبها 54. هذا عندنا جدول كاتبته بهالشكل.
رقم السكينة وعدد الأسنان. طبعا إحنا ليش أكتب رقم السكينة من 1 إلى 8؟ لأن إحنا بالترس العدل، طبعا أعطيكم فكرة أول شيء على الترس العدل بعدين أشرح على هذا الجدول. زين نجي على الترس أو أي تروس، هي شنو فائدة الترس؟ الترس وهو عجلة مسننة ويمكن تشكيل الأسنان بواسطة سكاكين التفريز ذات عدد حدود قاطعة، وتختلف التروس في أشكالها حسب نوع نقل الحركة والقوة المبذلة لنقلها، حيث أن التروس الحلزونية يتحمل إجهادات أكبر من الترس العدل لأن القوة المؤثرة على التروس العدل تؤثر على كامل السن، أما الترس الحلزوني يكون جزئي وتدريجي. ملاحظة، عند التعشيق بين ترسين يجب أن يكون نفس الموديول الذي هو شنو الموديول؟ هو وحدة قياس أسنان التروس. الغرض من التروس وتستعمل لنقل الحركة الدورانية من محور إلى آخر، وخاصة عندما تكون المسافة بين المحورين صغيرة نسبيا. زين، هذه بالنسبة لفائدة التروس وشنو هي تعريف الترس. زين، أنا عندي هنا هذا هو شكل السن الواحد من التروس. طبعا هذه قمة السن يقسم إلى جزئين، إلى نصف علوي ونصف سفلي، وكل الجزئين يساوي نسبة من الموديول حتى لا يحدث تصادم أثناء التعشيق. فش راح نستخدم حتى لا يحدث تصادم أثناء التعشيق؟ عندنا زاوية الخلوص تساوي 0.167، التقريبي إلها هي 0.2. من أريد أخذ عمق السن شقول الموديول في 22، فإذا 1+1 0.2 يطلع لي 22. هذه 22 منين جبناها؟ 1 اللي هو الجزء النسبي من قمة السن يسموه أدندم، والجزء السفلي يسموه ديدندم، و 0.2 هي زاوية الخلوص، فهي هاي 2.2 جاية. عمق السن يساوي لنا 2.2 في الموديول. هذه فكرة عن شكل السن وعن التروس المستخدمة. زين، أو الموديول هنا شو يساوي لنا؟ قلنا هي وحدة قياس تستخدم في سكاكين التفريز للترس العدل. إحنا نحسب حسابنا، إذا أنا أريد أسوي ترس عدل لازم سكينة التفريز تكون على شكل حرف V. هذا بس بالترس العدل. إذا أنا عندي سكينة تفريز منشارية لازم أستخدم وين منشاري؟ أنا سكينة التفريز بالتقسيم زوايا. زين، إذا عندي على شكل V أنا وين أستخدمها؟ سكاكين التفريز بالترس العدل. الموديول إلى إشي يساوي لنا قطر الخطوة اللي هي هذه قطر الخطوة على من؟ على عدد الأسنان. قطر الخطوة إذا كان قطر الخطوة مثلا 48 وعدد الأسنان 32 سن، فش يطلع لي 1.5. إذا الموديول إيش قد لازم أختاره هنا؟ 1.5. إذا عندي هنا عدد الأسنان مثلا 24 وعندي الموديول، إيش راح أطلع من عندهم؟ قطر الخطوة. هذه مجموعة قوانين. أو أكو قانون آخر، إذا أنا مثلا عندي أسنان، هذا شو كنت أستخدم القانون هذا؟ إذا أنا عندي مثلا دشلي مكسور وأريد أسوي واحد يشبهه، فش أسوي؟ القطر الخارجي ما رح أقدر أقيسه هنا، أنا أريد أطلعه. عندي الموديول وعندي عدد الأسنان، فإذا إيش رح أطلع؟ القطر الخارجي. أو عندي عدد الأسنان وعندي القطر الخارجي أطلع من خلاله الموديول. هذه إذا عندي سن مكسور بهالشكل هذا. زين، هسه نجي على الجداول اللي رح نستخدمها بالأسنان. الجداول اللي رح نستخدمها طبعا هذه إحنا قلنا بالنسبة للترس العدل السيت الكامل دائما يجي 8 قطع مكتوب عليها رقم السكينة وعدد الأسنان. رقم السكينة وعدد الأسنان، فتبدي من رقم 1 وتنتهي برقم 8، 1 إلى 8. كل وحدة من هاي السكاكين مكتوب عليها على عدد الأسنان، يعني خلينا نقول رقم 1 مكتوب عليه عدد الأسنان من 12 سن
إلى 13، رقم 2 من 14 إلى 16، رقم 3 17 إلى 20، رقم 4 21 إلى 25، رقم 5 26 إلى 34، رقم 6 مكتوب. بس الأخيرة إحنا دائما نستخدمها بالجريدة المسننة، لأن من 135 إلى إنفينيتي هذه رقم 8 نستخدمها للجريدة المسننة. يعني أنا مثلا عندي ترس عدد أسنانه 25 سن وموديوله 2.5، أريد أعرف يا سكينة راح أستخدم، أجي أباوع للجدول. طبعا هاي الجداول ستاندر، هاي الجداول ستاندر، فإذا أباوع من البي 25 أجي على رقم 4، يبدي من 21 إلى 25، أختار سكينة رقم 4. شلون شكل السكينة؟ على شكل حرف V، لأن هذا ترس عدل على شكل حرف V. في زين، هذا بالنسبة لجداول أرقام السكاكين. نجي جداول أخرى، جدول آخر اللي هو هذا موضح بهذا الشكل، ما أدري إذا موضح. جدول تسلسل الموديول والخطوة وارتفاع القمة والقاع للسن، هذا هم جدول ستاندر، هذا الجدول ستاندر، يبدي من 0. يعني ربع من هنا أنا، بعدين 13، بعدين 14، بعدين 15. تسلسل الموديول وهذه الخطوة، هنا ارتفاع السن وهنا ارتفاع قمة القاع، القاع وارتفاع القمة، فهذا جدول كامل باعوا يعطينا، يبدي تسلسل من تسلسل رقم 0. قلنا ربع، 13، 14، 15، 16، 17، هذه 17، 7.5، 18، 19، 1 مليم. إذا عدنا 1.25، إحنا دائما مرات أكثر شيء يعني تجينا مثلا 1 حسب الشغلة مالتنا، حسب الترس إذا كبير إذا صغير، إيش قد راح نحتاج الموديول، هذه كلها كاملة جداول ستاندر. يعني فإذا أنا عندي 1.25، 1.5، يعني 1.75، 2 مليم، دائما إحنا هذا أكثر شيء يعني 1.25 إلى 2.25 دائما، أو 2.5. فإذا هذه المقابيل شنو هذه؟ هذه خطوة وارتفاع السن، ارتفاع القمة وارتفاع القعر، هذه كلها استندرات يعني جداول استندر. زين، 2.5 عندنا، هذا اللي قابلها 2.75، 3.75، 3.5، 3.75، 3.4، 4.5، 5.6، هاي كلها الموديول، 7، 8، 9، 10، 12، 13، هذه هي الموديول كامل، هذه عدد كاملة. إذن هذه الجداول اللي راح نطلع من عندها الموديول وارتفاع السن وقمة السن، هاي بأدق التفاصيل، يعني هذه جداول كلها ستاندرات. إذن ملخص القوانين اللي راح ناخذها للترس العدل، تي تساوي 40 على ان، تي هي عدد دورات جهاز رأس التقسيم، الان هي عدد الأسنان، وقلنا شكل سكينة التفريز تكون على شكل V، حرف V. لترس تقسيم الزوايا شكل سكينة التفريز تكون منشارية، وتي تساوي النثيتة على 9، والتسعة مين جبناها؟ المحيط 360 درجة انقسمه على 40 يطلع 9. عندنا لتعديل الأوجه إذا أنا عندي مربع أو سداسي أو مثمن أو مثلث، فتي تساوي لنا 40 على عدد الأوجه. أنا إذا عندي تقسيم مباشر، يعني مثلا إذا عندي مثلث شلون راح أطلعاني؟ ما أقدر أطلعه هيجي، عندي قرص موجود 24 مقسم إلى 24 سن،
فأقسم ال 24 على 3 تطلع لي 8، 24 على 6 تطلع لي 4، 24 على 4 تطلع لي 6. موجود هذا القرص اللي ورا زين، وهذا هو جهاز رأس التقسيم وهذه الأقراص. وشكرا. بعد راح أبتدي بالتقسيم الغير مباشر للترس مالتي. شنو التقسيم الغير مباشر؟ يعني أنا على سبيل المثال عندي 30 سم، فهنا أنا يا قانون راح أستخدم قانون تي تساوي 40 على ان. تي عدد دورات جهاز رأس التقسيم، الأربعين هاي ثابتة عدد الأسنان، والان هي عدد الأسنان اللي أنا راح أستخدمها حتى أسوي ترس مجموعة أسنانه 30 سم. فإذا أقول تي تساوي 40 على 30. الفكرة بهالحكي شنو؟ أنا شنو راح أستفاد من هاي الأقراص اللي هي الأي والبي؟ هاي أقراص موجودة هنا اثنين، هذا قرص يسموه أي، وقرص ثاني أقدر أرتبه اللي هو قرص بي. طبعا هنا إذا ما أدري واضح أو لا، هنا أكو درجات مكتوب عليها 18، أنا هسه موقف المسمار على 18، يعني لو أقيس الثقوب الموجودة هنا أحسبها تطلع 18 ثقوب. هاي طبعا تبدي من 16 و 18 21 وهكذا، قرص أول وقرص ثاني. الفكرة بالموضوع شنو؟ مفروض هاي الأقراص تقبل القسمة، يعني أنا مو عندي تي تساوي 40 على 30، أضربها في بسط مقام يقبل القسمة على الجزء ال 30. 40 على 30 شو يطلع لي؟ يطلع لي 1 و1 على 3. لازم أختار شيء يقبل القسمة على 3، فأني خلتها على 18 ثقب لأن 18 ثقب تقبل القسمة على 3. فمن أقسم يعني ايش راح يطلع لي؟ قلنا دورة، أول شيء ايش راح يطلع لي؟ أقسم حيطلع لي دورة بهالشكل هذا، وست ثقوب، يعني احسب واحد، اول ثقب اللي انا موقفه المسمار عليه ما احسبه، هذا الثقب هذا ما احسبه، احسب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، وافتح بعد هنا سته، سته. فاذا المؤشر ايش قد صار عندي؟ هذا ليش شنو فائده المؤشر؟ انا من احسب عدد الثقوب حتى لا كل ساعه اغلط بالثقب، لان هنا ماكينة التفريز تحتاج إلى حسابات، مو مثل ماكينة الخراطة تحتاج إلى فيرنة. فإذا ماكينة التفريز من تحتاج إلى حسابات، المفروض أني من أحسب الثقوب. هذا إذا صار خلل هنا، وين حيصير خلل؟ حيصير خلل بعمل الأسنان، يعني وين؟ بالمرحلة الأخيرة من أبدي كل مرة، رح أني أبدي هسه مثلا بديت دورة وست ثقوب، لأن أني ماخذة 30 سم، فرح أبدي أشتغل شوط واحد وأرجع، بعدين اشتغل شوط ثاني وارجع شوط ثالث الى ان اوصل للنهايه. من اريد اقفلها راح تتغير عندي هنا عدد الاسنان، من راح تتغير يعني حيصير سن عريض وسن بسيط. فهنا ايش راح يصير عندي؟ الخلل وين؟ الخلل بالحسابات مالتي، يعني اي خربطه هنا هي سببها الخربطه الموجوده. نعم، هذا هو التقسيم الغير مباشر، وهاي هي الاقراص. طبعا اني مو شرط الا 18 ثقب، يعني هسه اني 18 ثقب قلنا احنا مو 40 على 30.